بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا نصفه أو انقص منه قليلا يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا واذكر اسم ربك رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا
واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم فدمدم عليهم ربهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم.